اليومين تقريبا كانت معنا أول مغنية أوبرا في السعودية أو فنانة أوبرا في السعودية سوسن البهاتي معنا عبر الهاتف. بداية سوسن أقول لك مساء الخير من جديد، وإيش رأيك بهذا التصميم؟ مساء النور وشكرا لاستضافتي. بالعكس طبعا وجبنا. أنا قاعدة أتفرج صراحة مبهورة وجدا جدا جدا فخورة إنه تصميم بهذا المستوى في الروعة طالع من موهبة سعودية وشابة كمان ما شاء الله عليكي، فأحييكي أحييكي أحييكي واستمري في نفس الطموح اللي أنت ماشية فيه ما شاء الله والله عليكي. كلنا نحييها صراحة، وأتوقع هذا الشيء بداية راح يخدمك كثير سوسن إذا كان أكيد موجود عندنا هنا، بس كيف ممكن أيضا نستفيد منها في مختلف أنواع الفنون؟ سوسن تكلمنا عنها مو فقط للأوبرا. أكيد، هو دار الأوبرا عادة في مختلف البلدان يعني حول العالم تستضيف الفنانين اللي هم يكونوا دائما الأفضل في مجالهم، اللي دائما لامعين في مجالهم، ف يعني ممكن نستضيف فيها الفنانين من مختلف أنواع الموسيقى، مو شرط بس للأوبرا، وكمان إنها تكون ليس فقط يعني إحياء الحفلات والعروض، لكن ممكن يكون فيها الجانب التعليمي، إنه يكون في تدريبات للصوت زي مثلا تدريبات لبعض بروفات. الآلات الموسيقية. طبعا صحيح، البروفات طبعا طبيعي فعلا نحتاج مثل هذه المسارح عندنا بالسعودية، وإن شاء الله نشوف قريبا دار أوبرا سعودية وبأيدي سعودية، وإن شاء الله فنانين أوبرا بإذن الله. سعوديين، وأنت واحدة منهم. يلا نبغاك تعلمي الجيل الجاي إن شاء الله عشان نشوف يسعدني، إبداعات جميلة في خامة الصوت. شكرا لك سوسن شكرا لك. البهيتي، أول فنانة أوبرا.